مشاهدينا تعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الاقمار الصناعيه من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي الاستاذ فراس رضوان اوغلو. اهلا بكم الى استوديو الرافدين استاذ فراس. مرحبا، تحياتي. حياكم الله. كيف تقرا بدايه نتائج الانتخابات المحليه وما اسفرت عنه حتى الساعه؟ نعم، الحقيقه هذه الانتخابات ممكن ان نقول انها العنوان العريض ان المعارضه هي التي فازت، لأن نتائج الأرقام والحسابات التي كانت سابقا كانت هي أضعف من ذلك، الآن فيها تقدم كبير. أعتقد أن أنقرة هو ربما المكسب الأكبر لها، معاقلها بالنسبة للمعارضة أو ما يسمى بالمعاقل الجمهورية نعم بقيت كما هي. هناك حتى المنافسة على أشدها في إسطنبول تقريبا الفرق ما بين 15,000 أو 20,000 صوت فقط بين مرشح اتفاق الشعب واتفاق الأمة. هذا يعني أن السباق محتدم، وإن كان قبل لحظات أعتقد أن السيد بن علي الدرم أعلن فوزه في بلدية إسطنبول تقريبا في وصلت ربما الانتخابات إلى 99%، 1% لا أعتقد أنها ربما ستغير في النتائج. إضافة إلى نقطة مهمة جدا، هناك تقدم طبعا لحزب ما يسمى إي بارتي أو الحزب الخير وبعض المستقلين، هناك مستقلون في بعض المناطق حقيقة جابوا أصوات لافتة للنظر، بعضهم حصل على ولاية مثل كلار إيلي وهي منطقة بعد إسطنبول وهو مستقل لا ينتمي إلى أي حزب. هذه أول مرة أعتقد أنها تحصل هذه القضية. ما سبب هذه التغيرات أستاذ فراس في رأيك؟ أعتقد أن التغير في العقل التركي في النسبة للانتخابات، هناك كثير من القضايا التي حصلت أثرت في هذه الانتخابات المحلية، هناك تعددات سياسية، بعض الأحزاب لم تكن موجودة في الانتخابات السابقة الآن موجودة مثل حزب إي أو حزب الصالح أو الخير حسب الترجمة. إضافة إلى أن الأحزاب المعارضة عملت على موضوع الاقتصاد وأيضا الموضوع ارتفاع الأسعار وما يسمى في التضخم المالي الذي حصل في تركيا في بعض مواد الأسعار، هذا لعب دورا كبيرا. تحالف الأحزاب، أعتقد أن كثير من الأحزاب تحالفت سياسيا، هدفها ربما كان ليس إسقاط العدالة والتنمية، ربما أكثر هو كان رسالة إلى الرئيس أردوغان بأن هناك أيضا سياسيون منافسون في هذا البلد. ربما الدعم الخارجي لعب دورا أيضا في بعض هذه القضايا من الإعلام والدعاية. إضافة إلى نقطة أخرى التي أيضا استخدموها هي أن يجب التغيير، يعني العدالة والتنمية ربما والآن اتفاق الجمهور مع الحركة القومية، ماذا سيعطونا جديد؟ هذه كانت كثير من القضايا التي تطرح، لابد من شيء جديد في هذه القضية. أعتقد أنها لاقت بعض الآذان الصاغية، إضافة إلى المشاكل التي حصلت ربما في الجنوب التركي أعيد استهلاكها مرة أخرى كالقضية السورية. يعني إذا أخذنا النظرة الأوسع أستاذ فراس، يبدو أن العدالة والتنمية اليوم استطاع أخذ حصص أحزاب كانت يعني نفوذها راسخ في بعض الولايات مثل حزب الشعوب الديمقراطي في الجنوب الشرقي. يعني إذا كانت إسطنبول وأنقرة قد تصاعدت فيها أو تصاعد فيها نفوذ المعارضة، ولكن حزب العدالة والتنمية استطاع أن يأخذ بلديات بكاملها في الجنوب الشرقي، بماذا تفسر هذه الظاهرة؟ نعم، هذه ممكن أن تلاحظ كانت منذ الاستفتاء الأخير الذي حصل حول التحول من النظام البرلماني إلى النظام الجمهوري، هناك بعض الولايات الكردية صوتت بنعم وهذا كان لافتا للنظر وبدأ أعتقد الدعم، ومنذ تلك اللحظة هناك كان تغير في قراءة السياسية. أيضا كثير من الأكراد المتواجدون في تلك المناطق أيضا منتسبون إلى حزب العدالة والتنمية، أيضا هناك تململ من تلك بعض البلديات أو المدن الكبيرة هناك من ما يسمى حزب الشعوب الديمقراطية بأنه لم يقدم كثيرا، يعني لم يقدم شيء الكثير، هناك كثير من الوعود. إضافة إلى أن النجاحات الأمنية الكبيرة جدا الحقيقة التي قام بها وزير الداخلية وهو منتمي طبعا للحزب العدالة سيد سليمان الصويلو، حقيقة رسخت كثير من الأمن. حزب العمال الكردستاني كان حقيقة شوكة مزعجة لهم في كثير من تلك المناطق. طبعا إضافة إلى التقدم ممكن أن نقول المالي أو الاقتصادي نوعا ما في تلك المناطق، إعادة إحياء
بشكل تدريجي. كانت هناك خطط أكثر لإعادة إحياء تلك المناطق، ولكن حصلت معروف كذا قبل عدة سنوات التدخل الكردستاني في مسألة إعلان استقلال بعض المقاطعات في تلك المناطق، أخر ربما بعض هذا الشيء، ولكن إعادة إعمار كثير من تلك المناطق أحيا ربما مشاريع اقتصادية داخلية في تلك المنطقة. أعتقد أن هذه نقطة النجاحات هي أيضا ستكون نقطة انتباه كبيرة جدا لحزب العدالة والتنمية أو اتفاق الجمهور، لأن تلك المناطق أيضا أعتقد سيكون لها وزن في حال التفكير في الانتخابات القادمة، إن كانت الرئاسية وبعدها ربما المحلية. نعم، بالحديث عن نفوذ حزب العدالة والتنمية، حزب العدالة والتنمية تصاعدت، يعني تصاعد نفوذه بشكل كبير في بلدية أنقرة، إلا أنه مع هذا التصاعد لم يستطع الحصول على رئاسة البلدية العامة. إلى ماذا ترجع أسباب ذلك؟ لا سيما مرشح حزب العدالة والتنمية في أنقرة محمد أوزهيسكي، يعني مرشح قوي. نعم، حقيقة ليس فقط السيد محمد أوزهيسكي كان من المرشحين الأقوياء، حتى مرشح مدينة إزمير السيد أوزبكشي هو من الشخصيات القوية جدا والإدارية الناجحة جدا، ولكن الحقيقة أنا لا أعتبرها خسارة في مدينة إزمير. مدينة إزمير هي معقل الحزب الشعبي الجمهوري، ومع ذلك أعتقد أن السيد أوزبكشي حصل على أكثر من 37 و38% من الأصوات هناك، هذا تقدم كبير أعتقد بالنسبة للعدالة والتنمية من ناحية الأصوات في تلك المناطق. ولكن من ناحية لو درسنا الموضوع بشكل أعمق، هناك بلديات كثيرة، البلديات الصغيرة أو القرى البلدات الصغيرة صح التعبير، أعتقد الرقم الأكبر هو للعدالة والتنمية بشكل كبير، أو لنقل الآن ائتلاف الشعب. العدد الأكبر تقريبا بنسبة كبيرة جدا لهم، ولكن هناك نعلم أن بعض المدن لها ثقل في عدد السكان ولا ثقل سياسي في ذلك الوقت، هذا أيضا ربما لعب دور في التغيير. ولكن على المجمل العام أكثر من 52% من تركيا لصالح اتفاق الجمهور، وتقريبا 38% لصالح ائتلاف الأمة أو ائتلاف المعارضة، والآخرون ربما للحزب ما يسمى الحزب الحركة القومية، أيضا لديه عدة ولايات نجح فيها، إضافة إلى بعض المستقلين وطبعا حزب الشعوب الديمقراطية. ولكن بشكل عام حتى الآن حزب العدالة والتنمية هو المسيطر بشكل عام على أغلب الولايات في تركيا، ولكن كما قال الرئيس أردوغان قبل قليل لابد من إعادة قراءة الحسابات بشكل كبير، ولأن هذه النتيجة تدل على أن هناك إما تململ أو خلل في بعض الأعمال. هذا الذي أريد سؤالك عنه أستاذ فراس، يعني كيف ستنعكس نتائج هذه الانتخابات، انتخابات البلدية، على الشارع التركي؟ أعتقد أن بالنسبة للشارع التركي أعتقد هو سيترقب بشكل كبير النتائج الانتخابات عبر ما ستقدمه البلديات. نحن نتكلم هذه انتخابات داخلية خدمية بشكل أكبر، بلديات في بشكل عام. لذلك أعتقد على العدالة والتنمية أن يزيد ربما أكثر في أمور الخدمية، إضافة إلى نقطة أخرى هي معالجة التضخم الاقتصادي الحاصل، وهو نتيجة أزمات سياسية حقيقة أكثر منها اقتصادية. نعلم المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية أثرت بشكل كبير، أيضا الحروب التي كانت في الجنوب السوري، وهذه قضية أخرى لعبت دور في الليرة التركية، إضافة إلى المضاربات المالية التي تحصل في الخارج. طبعا بالنسبة للمواطن التركي سيهتم في نقطتين أساسيتين، النقطة الأولى الأمور المعاشية بشكل كبير، كيف ستحل قضايا التضخم الاقتصادي، والنقطة الثانية استمرار الخدمات بشكل كبير، ومن ضمن هذه الخدمات ما يسمى بالأمن بشكل عام. هذه النقطة مهمة جدا، الأمن، الاقتصاد والحياة المعيشية على ضوئها، أعتقد بعد ذلك هذا سيؤثر بشكل كبير في الانتخابات القادمة. نعم، الأستاذ فراس رضوان أولو الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول، شكرا جزيلا لك.